بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كانت مجتمعات المسلمين من أفضل المجتمعات ومن أقواها وأسعدها، وهذا ما يدركه من يتربص بالمسلمين الشر ويدرك أن ضرب هذه المجتمعات وإضعافها هو أقرب السبل إلى السيطرة عليها ومنعهم من النهوض بين الأمم وهدم القيم الإسلامية من أخطر الوسائل. نرجو من الشيخ صالح أن يحدثنا عن هذا الموضوع مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى حذرنا من الكفار والمشركين، وحذرنا من كيدهم ومكرهم وعداوتهم لنا، وأمرنا بالاحتياط منهم وأخذ الوسائل التي تمنع عنا شرهم، وذلك بالبعد عنهم وعدم محبتهم والثقة بهم وتوليتهم أعمال المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، تؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الآية الأخرى يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الله حذرنا منهم ومن مكرهم وكيدهم، لكن ليس معنى ذلك أننا نتعدى عليهم أو نظلمهم. الله جل وعلا قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كذلك لا يمنع من عداوتهم لنا وبغضهم لنا أن نتعامل معهم في المباح من بيع وشراء وتبادل مصالح ومنافع، لا بأس بذلك. وكذلك من أحسن منهم إلينا ولم يصل إلينا منه كيد ومكر فإننا نكافئه على ما فعل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الإسلام دين عدل، دين رحمة، وليس هو دين عدوان. لا عدوان إلا على الظالمين، هذا هو الواجب على المسلمين نحو أعدائهم من الكفار والمنافقين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، لدينا جار بالقرب منا لا يلقي علينا التحية وتحية الإسلام، وبالطبع أنا واحد من هؤلاء الجيران، وقد حاولنا معه مرارا أن نتحدث وندخله معنا ولكنه أبى، ووجدنا منه الصدود، وإذا سلمنا عليه لا يرد علينا. ما الحكم الشرعي في التعامل معه؟ هل نهجره؟ الحكم الشرعي أن تحسنوا إليه، تؤدوا الحق الذي له عليكم. الجار له حق بالإحسان إليه وإكرامه ومناصحته، أنتم أدوا الذي عليكم له، وأما هو حسابه على الله سبحانه. ولكن لا بد أنكم إذا أحسنتم إليه وكررتم الإحسان إليه أن يؤثر ذلك فيه ولو على المدى البعيد. نعم. هذا يقول: أعمل طبيب بشركة وأعطي المرضى الدواء، هل يجوز لي أن أتعالج من الدواء المتوفر لدي؟ لا تأخذ من الدواء إلا ما سمح لك به من الشركة، ما
سمح لك به من الشركة خذه، وما لم يسمح به وإنما هو للمرضى لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا. نعم. يقول السائل: إذا أجهضت الزوجة هل تتم 40 يوما ثم تلتقي مع زوجها؟ هل يجوز ذلك؟ ومتى ينقطع الدم؟ إذا أجهضت الحمل وقد بلغت 81 يوما، 81 يوما يعني دخل في الشهر في 40 الثالثة، فإنه حينئذ يخلق ويفرض أعضاؤه، فهذا له حكم الكبير في العدة، فعلى الزوجة أن تعتد عدة النفاس ما دام الدم ينزل عليها إلى 40 يوما لأنها نفساء. وأما إذا كان الإجهاض لأقل من 80 يوما في 40 الثانية إذا نزل دم فهو فساد وليس بنفاس، فهي تعتبر طاهرة ولزوجها أن يعاشرها لأنها طاهرة، لكن في الفترات التي لا ينزل عليها دم. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالأمانة وعظمها، وخصوصا إذا كانت في تربية الأولاد أو في أداء الوظيفة كالعمل مأجورين؟ الأمانة عامة فيما بين العبد وبين ربه، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، هذه هي الأمانة، التكاليف الشرعية، الدين كله أمانة بينك وبين الله، كذلك الأمانة بينك وبين ولي الأمر، إذا أسند إليك أمرا من وظيفة أو غيرها أن تقوم بالعمل على الوجه المطلوب، تنصح لله، تنصح لولي الأمر، وكذلك الأمانة في حقوق الناس، لأن تؤدي إليهم حقوقهم، الأجير أمين على عمله، يؤدي العمل المستأجر عليه بأمانة ولا ينقص منه شيئا، الودائع أمانات تؤديها إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانة عامة في كل ما هو في مسؤولية المسلم نحو الله جل وعلا ونحو عباده، والمسلم أمين عليه أن يؤدي الأمانة التي تحملها بالوفاء والتمام ولا يخن في أمانته، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم. يقول السائل: لدي سيارة أريد أن أؤجرها وتحتاج إلى بعض الإصلاحات، فهل يجوز أن أعطيها لشخص يقوم بإصلاحها لدي ويضع الربح على الصيانة، مع العلم بأن لديه محلات لإيجار السيارات؟ نعم، لا بأس بذلك، أن تدفع السيارة لمحل إصلاح السيارات ولأجل أن يصلحها صاحب المكان وتدفع له أجرة الإصلاح، فإذا صلحت السيارة تؤجرها للناس على أنها صالحة، صالحة للاستعمال، أما أن تؤجرها وفيها خلل فهذا لا يجوز حتى تبين للمستأجر هذا الخلل، فإن رضي به فلا بأس. نعم. بالنسبة للفازلين الذي يوضع على الجسم، مسحه الشيخ ثم الوضوء بعده، هل هناك حائل؟ لا يضر، الأدهان، سائر الأدهان من الوازلين وغيره لا يضر ولا يمنع الوضوء، لأنه ليس له حجم يمنع الماء، يجري الماء على العضو، فلا يضر هذا إن شاء الله. نعم. يقول: من ورد حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بهذا؟ الحديث فيه الزجر والوعيد على من يذهب إلى الكهان والعرافين ليسألهم، وهو على ظاهره، ما نتعرض لتأويله، يروى كما ورد ولا نتعرض لتأويله في ذلك، وهو زجر ووعيد على من يذهب إلى من يدعون علم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أحيانا لا أذهب إلى صلاة الجماعة وقد أتناول الطعام أثناء وقت صلاة الجماعة، ما حكم ابتدائي بالمسبلة عند تناول الطعام أثناء وقت الصلاة؟ إذا صار هذا عادة لك، لأن تقدم الطعام أو يقدم لك الطعام وقت الصلاة، هذا لا يجوز، أما إذا جاء مصادفة وأنت محتاج إليه ونفسك تتشوف له من غير ترتيب ومداومة على التوقيت هذا فلا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل أن تتفرغ للصلاة، تطمئن فيها، تتخلى عن الشواغل قبل الدخول في الصلاة. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، هل يرث الولد خاله مع العلم بأنه ليس لديه زوجة أو أولاد؟
ولكن لديه أبناء أخيه المتوفى أيضا. هذا تراجع فيه المحكمة لتنظر في هذا وتتقصى من الواقع، ثم هي تحكم بالإرث أو تمنع من الإرث. نعم. هذا السائل يقول: ما الأوقات التي لا تجوز فيها صلاة النافلة مع التفصيل أو التفصيل لصلاة السنة بعد صلاة الصبح؟ نعم، الأوقات التي ينهى عن النافلة فيها ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال، من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا واحد. وأما لو فاتته الراتبة قبل الفجر فله أن يقضيها بعد صلاة الفجر ولو كانت في وقت النهي، لأن هذا ورد به الدليل، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله فقال إنه لم يأتي براتبة الفجر، فأقره على ذلك. الوقت الثاني وهو ضيق، حين قيام الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس إلى أن تزول إلى جهة الغرب ويبدو ظل من الشرق ولو قليل، هذا وقت نهي لا يصلى فيه. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هل على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، عند الزوال حتى تزول، من صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، من اصفرار الشمس إلى أن تغيب، هذه خمسة أوقات، هذه خمسة أوقات بالتفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة بأنها فتاة عاشت ظروف مختلفة وارتكبت بعض المخالفات، تقول: لا أريد أن أطيل عليكم في هذا البرنامج، هل تغفر الذنوب الكبار أم لا؟ لأنني تبت إلى الله توبة نصوحة، وهناك من قمت بسؤاله فقال: إن الله لا يغفر لك هذه الذنوب الكبيرة، وجهوني مأجورين. هذا الجواب خطأ، الله يغفر الذنوب لمن تاب، التوبة تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، إذا لم يتب من الكبائر فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها، إلا الشرك إن الله لا يغفره إلا بالتوبة منه، أما الكبائر التي دون الشرك هذه تحت مشيئة الله عز وجل، وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تكفر الكبائر بالمحافظة على الصلوات الخمس، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وتكفر الصغائر بمكفرات كثيرة، منها المصائب التي تنزل بالإنسان إنها تطهره وتنقيه من الذنوب الصغائر، منها عذاب القبر إنه مكفر للصغائر، وغير ذلك من المكفرات. نعم، قد تصل إلى عشرة أنواع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل تقضى سنة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر مثل سنة الفجر؟ نعم، إذا قضى بعد الظهر قضى السنة القبلية للظهر بعدها فلا بأس بذلك. نعم. سائل آخر يقول: هل يمكن أن أدفع مال الزكاة للجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهل تبرأ الذمة؟ الزكاة واجبة عليك وفي ذمتك أن توصلها للفقراء والمستحقين لها، إما بنفسك وإما أن توكل من تثق به ليوصلها نيابة عنك، فإذا كنت تثق من هذه الجمعيات أنها توصلها إلى المستحقين فلا بأس بذلك، أما إذا كنت ما تدري عنها فلا تبرأ ذمتك بدفعها إليهم. نعم. هذا السائل يقول: هل للوفاة يوم الجمعة أي فضل على سائر أيام الأسبوع، وما مدى صحة الحديث الذي نقرأه ما معناه: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو في الليل إلا وقاه الله فتنة القبر؟ لا أعرف هذا الحديث. يوم الجمعة لا شك أنه يوم من أفضل الأيام، وهو أفضل أيام الأسبوع، ولكن كون من مات فيه له فضل الله أعلم، أنا لا أعرف شيئا من ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي الطرق للهداية والصلاح؟ الدعاء، دعاء الله عز وجل، قل: اللهم اهدني في من هديت، اللهم ثبتني على الحق، اللهم، تدعو ربك عز وجل، والله قريب مجيب.
كذلك من أسباب الهداية مرافقة المهتدين والصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فمرافقتهم تسبب لك الهداية بإذن الله. كذلك من أسباب الهداية تدبر القرآن والسنة، فإذا تدبرت القرآن فإن الله يهديك به، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم. يقول السائل أيضا: كيف لي الحفاظ على الصلوات لأنني أصلي وأقطع بعض الأحيان؟ لا تقطع إلا لموجب، لا يجوز قطع الصلاة إذا دخلت فيها إلا لموجب. تذكر أنك ما أنت على وضوء، نعم، تنسحب ولا تستمر في الصلاة وأنت على غير وضوء. إذا انتقض وضوءك في أثناء الصلاة كذلك تنسحب ولا تستمر. كذلك لو رأيت إنسانا مشرفا على هلكة، أعمى أمامه بئر أو نار موقدة وأشرف عليها، فإنك تقطع الصلاة لإنقاذه، لإنقاذ المسلم من الهلكة. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، هل يجوز شد الرحال لزيارة الأنبياء والأموات الصالحين، وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حتى المساجد ما يشد الرحال لها إلا الثلاثة هذه: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما شد الرحال للعبادة في مكان مخصص هذا لا يجوز، حرام، إلا هذه المساجد الثلاثة التي دل عليها الدليل: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أقام المسافر في بلد ثلاثة أيام وفي نيته مواصلة السفر، هل يجوز له الجمع والقصر؟ نعم، إذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل، يعرف ذلك وحدد هذا، فله أن يجمع ويقصر. لكن إذا كان عنده مسجد يسمع الأذان فإنه يصلي مع الجماعة ويتم الصلاة. وأما الجمع للمقيم ولو كان يجوز له القصر، الجمع له ما هو ليس بمناسب، مناسب أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى ثلاثة أيام، يقصر الصلاة ولكنه لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، ما نصيحة الشيخ لبعض الآباء الذين يزوجون بناتهم بدون رضاها؟ هذا خلاف السنة، ولها الخيار، إذا علمت لها الخيار، إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت رفضت. هذا إذا كانت قد بلغت، أو كانت ثيبا، إذا كانت بكرا بالغا أو كانت ثيبا، فلا بد من إذنها. فإن عقد لها وليها، عقد لها والدها أو وليها وهي لم ترضى، فلها الخيار، إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت ردته. أما الصغيرة التي ليس لها إذن، مثل الصغيرة التي لم تميز أو لم تبلغ، الصغيرة التي لم تبلغ سن البلوغ، فلأبيها خاصة أن يزوجها، لأنها ليس لها رأي، فإذا رأى المصلحة في تزويجها فإنه يزوجها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان المصلحة للبنت، أما إن يزوجها لمصلحته هو أو طمعا في مهرها، هذا لا يجوز له. نعم. جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وقد أجاب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. والسلام عليكم ورحمة